ما بالك هو هي بالنسبه لهم ناشئ اكو شباب هواي محتاجين تعب محتاجين واحد يوقف وياهم يساعدهم ما شاء الله يا بني الحكومة ما قدرت تصنع جهاز اي اتجاه عن الثاني من يطرق انت لابد للوقايه لا تمرض احد ولا اعطي مرض احد ما حد يطول عليك راح ادخل الجهاز اتمنى الكل تدخل وراي في سبيل طول الساحه معكم اليوم ان شاء الله تكون مع اول مبادره.